الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم قنا شرار خلقك، اللهم قنا شرار خلقك، اللهم باعد بيننا وبين كل منافق، اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك، اللهم وسع ارزاقنا واجعلها حلالا طيبا، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احينا على سنة نبينا، وامتنا على ملة حبيبنا، اورثنا حوضه لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اشملنا بشفاعته وانفعنا بسنته وتوفنا على ملته. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد. واشهد ان لا اله الا الله ينادي يوم القيامة يا ملائكتي اخرجوا من النار كل عين بكت من خشية الله، يا ملائكتي اخرجوا من النار كل عين باتت تحرس في سبيل الله، يا ملائكتي اخرجوا من النار كل عين غضت عن محارم الله، يا ملائكتي اخرجوا من النار كل عين نزل منها مثل رأس الذباب من مخافة الله. عبد الله عبد الله، اذا بكت العيون كان ذلك دليلا على خوفها من الواحد الديان، فاذا جمدت العيون فاعلم بان جمود العين من قسوة القلب، وقسوة القلب من كثرة الذنوب، وكثرة الذنوب من نسيان الموت، ونسيان الموت من طول الامل، وطول الامل من شدة الحرص، وشدة الحرص من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. فوحد الواحد الديان. جمود العين، جمود العين من قسوة القلب، وقسوة القلب من كثرة الذنوب، وكثرة الذنوب من نسيان الموت، ونسيان الموت من طول الامل، وطول الامل من شدة الحرص، وشدة الحرص من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. ايها الموحدون، من العزيز؟ من الحكيم؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العليم؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الضار؟ من النافع؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الباسط؟ من القابض؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ لا
إلهي إلهي بك أستجير بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك. إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك من يجير سواك بك أستجير ومن يجير سواك فارحم ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي اغفر زلتي اغفر زلتي يا رب يا رب يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي اغفر زلتي أنت المجيب لكل من ناداك وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله في كلمات في كلمات يشع منها نور النبوة يقول الحبيب لأبي ذر يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر من الزاد فإن السفر طويل وأخلص العمل فإن الناقض بصير وخفف الحملة فإن العقبة كعود هذه كلمات بليغات موجزات منيرات مشرقات مضيئات متلألئات متألقات لأنها من كلام سيد البلغاء وأعقل العقلاء سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة اسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أقول لحضراتكم كلمة أوجزها بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير اسمحوا لي أن أعنصر مراكزها وأمركز عناصرها لأقول لحضراتكم إن أيامنا خمسة أيامنا خمسة يوم مفقود ويوم مشهود ويوم موعود ويوم مورود ويوم ممدود أيامنا خمسة يوم مفقود وهو الذي مضى ولن يعود وكل يوم يمضي عليك يا ابن آدم قرب لقدمك من باب القبر وملك الموت ينظر في وجه كل واحد منا كل يوم خمس مرات وملك الموت كما أخبر الحبيب المصطفى يعرف كل واحد منا أكثر مما يعرف الإنسان ولده وقد ذكروا أن ملك الموت كان صديقا لسليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وكان يجالسه متمثلا في صورة جميلة فزار سليمان ذات يوم وكان أحد وزراء سليمان جالسا مع سليمان
فلما انقضت زيارة ملك الموت قال الوزير لسليمان: من هذا الذي كان يجلس ثم انصرف يا نبي الله؟ قال سليمان للوزير: ولماذا تسأل هذا السؤال أيها الوزير؟ قال له: لأنني رأيته ينظر إلي نظرات غريبة عجيبة. قال سليمان: إنه ملك الموت. فارتعدت أعصاب الوزير وتفككت أوصاله: لماذا ينظر إلي هذه النظرات؟ أستحلفك بالله يا سليمان أن تأمر الريح أن تحملني إلى بلاد الهند، فأنا لا أطيق أن أجلس في بلاد رأيت فيها ملك الموت. قال سليمان: وهل يغنيك هذا السفر عن قضاء الله إذا كان قضاء الله قد حل به؟ قال الوزير: أناشدك الله يا نبي الله أن تأمر الريح أن تذهب بي بعيدا بعيدا إلى بلاد الهند. وتحت إلحاح الوزير أصدر سليمان أوامره إلى الرياح، فحملت الوزير إلى بلاد الهند. وبعد أن وصل إلى بلاد الهند جاء ملك الموت إلى سليمان زائرا وقال له: يا سليمان، لقد عجبت عندما رأيت هذا الرجل عندك في هذا المكان، لأن الله أمرني بقبض روحه في بلاد الهند، فلما رأيته جالسا عندك عجبت وقلت: يا رب، لقد أمرتني بقبض روحه في بلاد الهند، فما الذي جاء به في مجلس سليمان في مدينة القدس ها هنا؟ فلما حان وقت قبض روحه ذهبت إلى بلاد الهند لأنفذ أوامر الله، فوجدته في انتظاري ينتظر قضاء الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. ولقد هبط الأمين جبريل على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم بخمس كلمات، اسمعوها يا أحباب رسول الله وعوها. قال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم بأن شرف المؤمن قيام الليل، وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. ولقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم غرفة الأشعة القرآنية ليستخرج كشف الأشعة منها، فماذا وجد مكتوبا في كشف أشعته؟ وجد مكتوبا فيها: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. وجاء ملك الموت ودخل على رسول الله، وكان الحبيب يمسح وجهه بماء بارد ويدعو الله قائلا: اللهم هون علي سكرات الموت، ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. الرسول خير خلق الله، يسأل الله أن يهون عليه سكرات الموت، يسأل الله أن يهون عليه سكرات الموت. فماذا نصنعنا؟ وقد وصف لنا عمرو بن العاص ما هو الموت بعدما مات. رآه ابنه عبد الله في المنام فقال له: يا أبتي، لقد كنت تتمنى وأنت حي تتمنى أحدا يصف لك الموت.
وقد ذقته فصف لي الموت. قال عمرو: يا عبد الله، رأيتني في سكرات الموت كأن السماء قد انطبقت على الأرض، وكأني أتنفس من ثقب إبرة، وكأني عصفور على مقلاة زيت، عصفور على مقلاة زيت. أرأيتم الزيت الذي يوضع على النار ليقلى به الأشياء؟ عمرو يقول: كأني عصفور على زيت يغلي، لا هو يطير فأستريح ولا هو يموت فأستريح. هذا هو الموت، والموت كاس وكل الناس شاربه. يا ليت علمي بعد الموت ما اداره، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. الموت كأن السماء قد انطبقت على الأرض، وكأن الإنسان يتنفس من ثقب إبرة، وكأنه عصفور على مقلاة زيت. سماء انطبقت ونفس ضاق، وإنسان يتقلب على زيت كالمه يغلي في البطون كغلي الحميم. الرسول يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. دنياك ساعات سراع الزوال، وإنما العقبى خلود المآل، فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ عش راضيا واترك دواعي الألم، واعدل مع الظالم مهما ظلم. نهاية الدنيا فناء، فعش فيها كريما واعتبرها عدم. اللهم هون علينا سكرات الموت. وتبكي فاطمة ولم يكن مع الرسول سواها، تبكي الزهراء وتقول: وكرباه على كربك يا أبتاه، وكرباه على كربك يا أبتاه. والحبيب يقول لها: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ويسلم الروح إلى خالقها، وينام تحت أطباق التراب. وتقول فاطمة: يا بلال، كيف طوعت لكم أنفسكم أن تضعوا رسول الله في التراب؟ فيقول لها بلال: يا ريحانة رسول الله، والذي بعث أباك بالحق، لو استطعنا أن نرفعه إلى السماء لفعلنا، ولكن كيف وقد أنزل الله على أبيك قرآنا يقول فيه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. ابن آدم، أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت على خشبة الغسل؟ يقول لك: يا ابن آدم، أين سمعك؟ ما أصمك؟ أين صوتك الشجي؟ ما أخرسك؟ أين ريحك الطيب؟ ما غيرك؟ أين مالك؟ ما أفقرك؟ وتلف في الكفن وتوضع في نعشك، أتدري ماذا تقول وأنت خارج من بيتك وأولادك وأطفالك اليتامى يبكون من حولك؟ ترفرف الروح على نعش الميت وتقول: يا أهلي، يا أبنائي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا،
يا من سكنتم ديارنا واخذتم اموالنا، لقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تتمتعون به، وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة، فالمال لكم والحساب علينا. ولذا قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: عندما يموت ابن آدم يصاب بمصيبتين لم يصب بهما أحد غيره. المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، والمصيبة الثانية أنه يسأل عن ماله كله. أتدري ماذا يقول لك الله عندما تولد، ثم ماذا يقول لك الله عندما تموت؟ عندما تولد وتخرج من رحم أمك يسر الله لك بهذه الكلمة، يقول لك: يا عبدي لقد أخرجتك من الدنيا، أخرجتك من رحم أمك إلى الدنيا نقيا نظيفا تقيا، فلا تغير أمانتي. وعندما توضع في نعشك يقول لك الله: يا ابن آدم لقد خرجت من الدنيا بكل الذنوب، ألم تذكر وصيتي؟ أتدري؟ أتدري ماذا يقول لك القبر عندما توضع فيه؟ يقول لك القبر: يا ابن آدم أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ أتركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ استعددت للموت أم المنية عاجلت؟ يا ابن آدم لقد خرجت من التراب وعدت إلى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. أتدري ماذا يقول لك الواحد القهار عندما يأتي عليك النيل لأول مرة في قبرك؟ أتدري ماذا يقول لك؟ أتدري عندما يجن الليل ويرخي سدوله وقد فارقت النوم على السرير لتنام على التراب، وتركت الزوجة والأولاد لتنام وحيدا فريدا، يقول لك الواحد القهار: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. أتيت القبور فناديتها: فأين المعظم والمفتخر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أمالك فيما مضى معتبر؟ أمالك فيما مضى معتبر؟ أمالك فيما مضى معتبر؟ ابن آدم اليوم المشهود هو اليوم الذي نحن فيه الآن، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي قائلا: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اليوم الموعود هو الغد الذي لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما في غد لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اليوم الموعود هو اليوم الذي تصل فيه الروح إلى خالقها، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين
فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ان هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان ربي العظيم. هذا هو اليوم الموعود، ولقد مرت جنازة بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال مستريح او مستراح منه، قال اصحابه ما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ قال حبيب القلوب، ان المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، وان الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ولذلك يوم تصعد الروح وتصل الى مقر الارواح تجتمع حولها الارواح السابقة عليها، وكل روح تسألها عن اهلها واولادها، كيف فلان وكيف حال فلان؟ فتقول بعض الارواح لبعض دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. فإذا أخبرتهم بأن أهلهم بخير حمدوا الله، وإذا أخبرتهم أن أهلهم بسوء، والخير والسوء هنا ليس بملك السيارات ولا بملايين الجنيهات ولا بملك العمارات، إنما الخير الذي تسأل عنه الأرواح هو العمل الصالح، والشر الذي تسأل عنه الأرواح هو معصية الله. فبعد أن وصلوا إلى دار الآخرة، المال لا يساوي شيئا والأملاك لا تساوي شيئا، إنما يسألون عن أهلهم أيصلون أيصومون أيتصدقون أيحجون أيصلون الأرحام أيأمرون بالمعروف أنهون عن المنكر؟ فإذا قالت لهم الروح الصاعدة إنهم لا يصلون لا يطيعون الله، توجهت الأرواح إلى الله تعالى وقالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات، إذا عصى الحي ربه تأذى الميت في آخرته. ولقد جاء عبد الله بن رواحة لابنه عبد الله في المنام، وكان عبد الله ابنه قد نام قبل أن يصلي العشاء، جاءه أبوه الذي مات شهيدا في غزوة مؤتة وقال له يا عبد الله لماذا لم تصلي العشاء؟ لقد أحزنتني وأحرجتني في معسكر الموتى من أجل ترك صلاة العشاء، فما بالك بمن يشربون ويطربون ويزنون ويقتلون؟ آذوا الأحياء وآذوا الأموات. وقد تسأل الأرواح الروح الصاعدة كيف حال فلان، فتقول لهم الروح إنه مات قبلي، فلماذا تسألونني عنه؟ لقد مات قبلي. فتعلم الأرواح أنه ذهب به إلى النار والعياذ بالله، ما دام لم يأتي إليهم في الجنة فقد ذهب به إلى النار وعذابها. فتقول الأرواح ذهب به إلى أمه الهاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. معشر الإخوة الأعزاء، أما اليوم الممدود فلنا لقاء به بعد جلسة الاستراحة، وأعود بكم من هنالك إلى هناك ومن هناك إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى،
والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، ايامنا خمسة: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. فما هو اليوم الممدود؟ عندما تقترب النفخة الاولى يرسل الله تعالى ريحا لينة ألين من الحرير، لا تجد عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى، وبعدها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتظل الدنيا هكذا 40 عاما ليس على ظهرها حي، ليس على ظهرها أحد حي إلا الله، الكل نام تحت التراب، لا روسيا ولا أمريكا ولا ألمانيا ولا إنجلترا ولا الصين ولا فرنسا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وعندما تخلو الدنيا وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يقول الله تعالى: يا ملك الموت، من الذي بقي من الخلائق؟ الإنس مات، والجن مات، والملائكة ماتت. الملائكة عندما نزل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة: لسنا نفوسا وإنما نحن أرواح طاهرة. فنزل قوله تعالى: كل من عليها فان، قالت الملائكة: لسنا على الأرض إنما نحن سكان السماء. فلما نزل قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، خرت الملائكة ساجدين لله وقالت: سبحان من له البقاء وحده. ماتت الملائكة والإنس والجن والطير وكل ما على الأرض وما فوق السماء إلا ملك الموت. يسأله الله: من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ يقول: إلهي، لم يبق إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل الآن بين يديك. فيقول له الله: اقبض روح جبريل يا ملك الموت. فيقبض روح جبريل. من بقي؟ يقول ميكائيل وإسرافيل: وأنا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت. فيقبضها. اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت. فيقبضها. ثم يسأله الجبار جل جلاله: من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ فيقول: لم يبق إلا أنا العبد الذليل بين يديك. فيقول له الله: مت يا ملك الموت، مت يا ملك الموت، مت.
فيموت ملكه. وعندما يشعر بسكرات الموت يقول وعزتك وجلالك: لو كنت أعلم أن سكرات الموت شديدة هكذا لطلبت منك أن تعافيني من قبض أرواح العباد. ويموت وينظر الله إلى الدنيا وهي خاوية على عروشها، الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والأشجار عطلت والبحار سجرت والنفوس زوجت، فيقول: يا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين بحارك؟ أين قصورك؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا دنيا، يا دنيا، أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين سكان البيت الأبيض؟ أين حكام الكرملين؟ أين سكان عبدين وقصر الدين؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر: هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائر؟ فأشارت فإذا للدود عبس في المحاجر، ثم قالت: أيها السائل إني لست أدري، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان، أفهذا منتهى الأمر؟ فقالت: لست أدري، أيها القبر تكلم واخبريني يا رمام، هل طوى أحلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ ومن مليون عام، فقد تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين، تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين. فكم توالى الليل بعض النهار، وطال بالأنجم هذا المدار، فكم توالى الليل بعض النهار، وطال بالأنجم هذا المدار، فامشي الهوينا، امشي الهوينا، إن هذا الثرى من أعين ساحرة الإحرار. لمن الملك اليوم يا من يحار الفهم في قدرتك؟ لمن الملك اليوم يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياق عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندل. الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا محاكم للشعب ولا محاكم للثورة ولا محاكم للغدر ولا محاكم لأمن الدولة العليا، إنما المحكمة اليوم لواحد، هو الواحد، هو الواحد. إذا وقفت بين يدي الله
ونودي على اسمك لتتمثل في ساحة القضاء العادل، وقلت يا رب لما لم ترسل الي انذارا بحضور الجلسة؟ قال لك الله: لقد وصلك الانذار وكنت تقرأه في اليوم 17 مرة، ألم تقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة مالك يوم الدين؟ هذا هو يوم الدين وأنا مالكه. إذا قلت يا رب من الذي أوصلني الإنذار؟ قال لك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. إذا قلت يا رب دعني ليحضر الشهود، سيقول لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذا قلت يا رب دعني لأوكل محاميا يدافع عني، سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قلت يا رب اسمح لي أن أدفع كفالة مالية أو شخصية، سيقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلت يا ربي سأستهدف الحكمة، قال لك ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إلى أين يا رب؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. أتدرون كم سنة أوقد الله جهنم؟ روى الإمام الترمذي رضي الله عنه في حديث صحيح أن الله أوقد نار جهنم 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يوما إذ سمعوا وجبة شديدة، ومعنى وجبة أي سمعوا صوت ارتطام جسم ثقيل كأن قصرا شامخا قد اندك عنقه. قال أصحابه: ما هذا الصوت يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: إنه صوت صخرة ألقيت في نار جهنم 70 عاما لم تصل إلى قاعها إلا الآن. 70، اتقوا النار، اتقوا النار، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنما هذا الكلام إنذار، وبين نور الوعد ونيران الوعيد يجب أن ندعو الله رغبا ورهبا. إن الله تعالى أرسل جبريل ذات يوم إلى الرسول المصطفى وقال له: يا رسول الله إن السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ بلغ أبا بكر من ربه السلام، وقل له يا أبا بكر ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك، أأنت راض عن الله يا أبا بكر؟ ومع ذلك أتدرون ماذا كان جواب أبي بكر؟ لم يتسرب الغرور إلى سويداء نفسه، ولم يقتحم الإعجاب ملكات قلبه، إنما قال أبو بكر: وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ والذي بعثك بالحق يا رسول الله إني لا آمن مكر الله، يعني انتقام الله، ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. أتدرون ما مكانة هذا الذي قال هذه الكلمة
أتدرون ما مكانته عند الله؟ إن ملكا من ملائكة السماء سأل الله وقال له: يا ربي أعطني 100,000 جناح وفي كل جناح قوة 100,000 ملك وأعطني 100,000 سنة. فقال له الله: ولما؟ قال: لأطوف بعرشك. فقال له الله: لا تستطيع. قال الملك: يا ربي أجبني دعوتك. فأعطاه الله 100,000 جناح وفي كل جناح 100,000 قوة من الملائكة، وأعطاه مدة 100,000 سنة. وأخذ الملك يطير يطير، وأخيرا وجد نفسه أمام جنة المأوى، ما قطع من العرش شيء، فأخذ يده فلقيته حورية في الجنة. ما يبكيك أيها الملك وأنت تعلم أن الجنة لا بكاء فيها؟ قال لها: أعطاني ربي 100,000 جناح وفي كل جناح أعطاني قوة 100,000 ملك وأعطاني 100,000 سنة، وصرت بهذه الأجنحة وتلك القوة وفي هذه السنين وما قطعت من العرش شيئا، فليتني ما سألت الله ذلك. قالت له الحورية: أتدري كم قطعت؟ قال: لا. قالت له: والله ما قطعت جزءا من 100,000 جزء من نصيب أبي بكر الصديق في الجنة، ومع ذلك يقول: إني لا آمن مكر الله، إني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. أيها السادة الأعزاء، متى تصح التربية؟ ومتى نكون جادين في إصلاح المجتمع؟ إن المجتمع الذي نعيشه ما من يوم ينشق فجره إلا ويزداد انحدارا وانحدارا وانحدارا، فمتى نكون على خط مستقيم في التربية؟ يوم نعنى بالمنزل والمدرسة والمسجد والإعلام، هذه مؤسسات لا بد أن توضع أمام عيوننا وضعا صحيحا. فكيف أصبح حال المنزل وحال المدرسة وحال المسجد وحال الإعلام؟ أما المنزل فقد امتدت إليه يد الإعلام المفسدة المدمرة المهلكة، فماذا كانت النتيجة؟ أنا لا أتحدث من عندياتي، إنما أتحدث من واقع صحفهم. اسمعوا ماذا حدث بالمنزل. نعم، زوجة تتآمر مع ابنها على قتل زوجها، ويأتي زوجها بالليل وتضع أمامه طعام العشاء، وبينما هو يتناول لقيمات يقمن صلبه، إذا بابن فلذة كبد وثمرة فؤاد ينقض عليه فيلقيه على الأرض، وتقوم الزوجة الوفية فتذبح زوجها كما يذبح الجزار الشاه، وبعد أن تفصل الرأس عن الجسد يحمل الولد جثمان أبيه وتحمل الزوجة جثمان زوجها، ويلقيان به في إحدى الترع، ويظل الجثمان مع الطيار سريعا إلى أن يعثر به العاثرون في كفر الشيخ. وما كفر الشيخ ولكن الشياطين كفر. للمحكمة فتحكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، وطالما عطلنا أحكام الله فلا خوف، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لماذا لا يرضون أن يقدموا أمثال هؤلاء إلى حبال القصاص؟
لماذا لا تضرب أعناقهم بالسيف؟ لماذا تأخذهم الرحمة بهؤلاء ولم تأخذهم الرحمة بعبد القادر عودة ولا بمحمد فرغلي ولا بسيد قوم؟ لماذا قدم الموحدون إلى حبال المشانق وعلقوا في الحبال والمجرمون يدخلون السجون فيأكلون ويشربون وينامون ويدخنون ولهم فيها ما يشاءون؟ إعلانات في كل مكان وعلى وسائل النقل والمواصلات يقال لك حقا إنها سلسة. ما هي؟ ما هي؟ إنها كيلو بطرة، فلوريدا، البلم، البلاء الذي أصاب العباد، البلاء، البلاء المبيد. قتل أمه من أجل ماذا؟ من أجل علب السجائر. ولقد جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وقال له: يا إمام، إن أمي تأتيني وتطلب مني النفقة وأنا أعطيها، لكن زوجتي قالت لي اليوم: ما دمت تعطي أمك كلما طلبت فسوف نصاب بالفقر، لا تعطيها شيئا. فقال له الإمام مالك: أعطي أمك ما تشاء ولا تطع زوجتك. لكن الرجل لما ذهب إلى بيته سمع كلام زوجته، فجاءت أمه وطلبت منه نفقة، فطردها ابنها شر طردة وقال لها: ليس لك عندي أي شيء ولا أحب أن أراك في بيتي بعد اليوم. وخرج متاجرا، وبينما هو في طريقه للتجارة إذ خرج عليه قطاع الطريق فسلبوا ماله وضربوه حتى أصيبت يده اليمنى بالشلل وتركوه مجندلا في الطريق. فمر به بعض أبناء بلده فحملوه إلى بيته ويده مشلولة وقد ضرح به الضرب. فلما علمت أمه بحاله أسرعت إليه باكية وأرادت أن تصافحه فأجدت يده مشلولة فقالت له: يا بني، ما الذي صنع بك هكذا؟ قال لها: أنت لو أني أعطيتك ما طلبت ما شلت يدي اليمنى، إن يدي التي كنت أعطيك بها هي التي شلت. أتدرون ماذا قالت أمه؟ توجهت إلى الله تعالى وقالت: يا رب، اللهم إني وهبته رضاي عنه فهبه مغفرة ذنبه يا رب العالمين. ومكثت قليلا فلما قامت مدت يدها لتصافحه فمد يده التي كانت مشلولة بعدما شفاها الله ببركة دعاء الأم. ببركة دعاء الأم. يا معشر الإخوة، الديان لا يموت، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا عن الأسرة وقد طاحت صمت وضاعت. لقد وصلنا إلى مرحلة الضياع. لا أقول التسيب ولا أقول اللامبالاة، إنما مرحلة الضياع. أما عن المدرسة فحدث عنها ولا حرج، خلت من الدين وخلت من القرآن بل وخلت من العلم ذاته. أيام كانت المدارس بالمصروفات كان الفقير يتعلم بجانب الغني، فلما ادعوا زورا وبهتانا أن التعليم أصبح بالمجان تعلم أبناء الأغنياء ولم يتعلم أولاد الفقراء. أتدرون لماذا؟ لأن المدرسة سلمت مفاتيحها للدروس الخصوصية، فأي فقير في دنيانا وفي بلدتنا وفي دولتنا يستطيع أن يدفع كل شهر 30 جنيها للدروس الخصوصية؟ أعيد المصروفات للمدارس وعافوا الفقراء منها
وحسنوا دخل المدرسين. ان اباس الناس في هذا البلد ائمة المساجد والعاملون بوزارة التربية والتعليم. ولقد دخل في الدروس الخصوصية كل من هب ودب رجل يتعاطى 115 جنيها وزوجته تتعاطى 60 جنيها لانها مبكرة. والزوجات اقسام عديدة، زوجة مبكرة وزوجة مسنسنة وزوجة مدبلمة وزوجة مجسترة وزوجة مدكترة. اما المبكرة فهي حاملة البكالوريوس، واما المسنسنة فهي حاملة الليسانس، واما المدبلمة فهي حاملة الدبلوم، واما المدسترة فهي حاملة الماجستير، واما المدكترة فهي حاملة الدكتوراه. داحمتنا النساء في كل مجال فضيقوا ارزاق الرجال. حسنوا دخل الرجال، اعيدوا علاوة الغلاء كما كانت ايام الملك. اعيدوا علاوة الغلاء، فان اولا من سن علاوة الغلاء هو عمر بن الخطاب، اول من شرع علاوة الغلاء. عندما سمع طفلا يبكي ذات يوم فسأل امه اسكتي، ثم عاد فوجده يبكي فقال اسكتي طفلك، ثم عاد فوجده يبكي فقال لها يا ام السوء الم امرك ان تسكتي طفلك؟ قالت يا هذا، وهي لا تعلم انه امير المؤمنين فبينهما حجاب هو الباب، يا هذا انني اعوضه الفطام لان عمر لا يعطي العطاء الا بعد الفطام. ذهب عمر ليصلي الفجر، قال عبد الرحمن بن عوف والله ما استطعت ان اتبين قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. وبعدما فرغ من صلاته قلب كفيه عجبا وقال لك الله يا ابن الخطاب، كم قتلت من اطفال المسلمين. ثم اصدر قرارا اسلاميا ومنشورا دوريا في جميع ارجاء الممالك، ايها المسلمون من ولد له وليد ذكر او انثى فرزقه في بيت مال المسلمين من اول ولادته. حسنوا دخل الرجال واعيدوا العلاوات. حسنوا دخل الرجال ثم قولوا للنساء بجميع شهادتهن يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا البيوت، عمروا البيوت، عمروا البيوت يا مصابيح البيوت. لقد خربت البيوت والضحية هي الاولاد، الضحية هي الاولاد. شاب يتعاطى 115 جنيه وامرأته 60 جنيه وليس بينهما سوى طفل، ومع ذلك يعطي دروسا لانه تخرج في الهندسة، يعطي دروسا في الرياضة الساعة بثلاثة جنيه. والناس اصبحوا يأكلون ولا يشبعون، والانانية والحقد. وتجد هذا المال كله لا بركة فيه، فهو يتعاطى السجائر ويشرب الخمر ويشرب المخدرات. وقد استحوذ الشيطان على زوجته فتزين نفسها في الشهر ب50 جنيها، العينان باللون الازرق والخدان بالابيض والاحمر والروج والمناكير وما غير ذلك من المنكرات والكوافير والكفرير. وهكذا حياتنا، حياة عابثة، حياة كلها لخبطة، حياة مكعبلة. الغني يأكل حتى يصاب بالتخمة، والفقير يجوع حتى يموت من الجوع. فأين التعليم؟ هل فيكم واحد يخلو بيته من مدرس خصوصي؟ لا يمكن، والله لا يمكن أبدا. ولقد ذهبت ذات يوم إلى إحدى المدارس التي فيها طفل لي وسألت المدرسة كيف تعطينه 2 في الرياضة من 10، وكان في السنة الأولى لابتدائي. فقلت لها 1 من 2، إما أنه لا يفهم فأفتنيه، وإما أنه يفهم فقد ظلمته.
أجابتني بكلمات خرجت من أنفها لا من فمها، وقالت إنه مصاب بالتخلف العقلي. قلت سبحان الله، طفل مصاب بالتخلف العقلي، اللهم ارحمه. قلت لها كلا، والله ما هو مصاب بالتخلف، إنما هو مصاب بعدم الدروس الخصوصية. فأعطه درسا، أعطه درسا ولك ما شئت. فلما أخذ الدرس الخصوصي كانت النتيجة آخر السنة 40 من 40. قلت سبحان مغير الأحوال، سبحان المعز المذل، سبحان من بيده الأمر كله. هذه مسائل يجب أن تعالج لأنها استفحلت. حسنوا حال المدرسين البائسين. أي مدرس الآن أخذ 30 جنيه فهو مظلوم ويستحق أن يعطى من زكاة الفطر، يستحق أن يعطى من مال الزكاة. أقل أسرة في مصر يجب أن لا يقل دخلها عن 100 جنيه في هذه الأسعار الغالية وهذه النار الحامية. أما عن المساجد فالمساجد تشكو حالها إلى الله. هجرها الأزهريون وأبوا أن يعينوا فيها أئمة حتى لا يحفظوا القرآن، وحتى لا يقال لهم يا شيخ فلان، لأن لقب الشيخ أصبح عارا بين قوم ماتت بينهم الفضيلة. هربوا من المساجد ليخلعوا زي الإسلام، وتركوا المساجد غاوية على عروشها عبارة عن جدران وسقف مزخرف. أما العلم ولا علم، أما الخطب فلا خطب. وهكذا تريد الدولة أن تدمر المساجد، وبتدمير المساجد يدمر الإسلام. أما الإعلام فحدث عنه ولا حرج. السيد محمود المليجي في مسلسل تلفزيوني اسمه عودة الابن الضال، أتدرون ماذا فعل السيد المليجي وحش الشاشة؟ سب الدين، سب دين الله في المسلم. وسب الله كفر، وسب الأنبياء كفر، وسب القرآن كفر، وسب الدين كفر. فمن سب الدين فقد كفر، ووجب عليه أن يجدد إيمانه فينطق بالشهادتين ويغتسل غسل الجنابة. فإن كان متزوجا وجب عليه أن يعقد على زوجته عقدا جديدا، لأنه بكفره قد فرق بينه وبين زوجته، فإذا أتاها قبل العقد فقد أتاها في الحرام. أقول هذه الفتوى لأن الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وما دام قد سب دين الله فقد كفر وأشرك، عليه أن ينطق بالشهادتين ويغتسل غسل الإسلام ويجدد عقد الزواج، لأنه كفر ولا يجوز للكافر أن يتزوج بالمسلمة. فإذا كانت هي الأخرى ثبت الدين وهذه موضة حديثة، فعليهما أن يجدد الإيمان والعقد، ونسأل الله السلامة. هكذا هدمت البيوت وخربت. علاجنا الصلح مع الله. أركان الصلح مع الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أصلحوا حال الرجال، اعتنوا بالإسلام. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر ديننا. اللهم ارفع رايتنا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد، اللهم اعلي كلمتنا واعد المسجد الاقصى الى ايدينا. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. ايها السادة الاعزاء، اقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.